هذا فلاح السوداني راهب حزب الدعوة، طق له 4 مليارات صلاة متدين. تقول لي ايش الخلل؟ وين الخلل؟ فقهائهم المرجع ماله يقول له مال الدولة حلال بوق وخمس. زمن صدام ما سويتوها، هسه تسوونها لما صار العراق مالي؟ انت مراك لا تلوم الحرامي، شوف الفقيه اللي قلده. عندنا بعض الفقهاء اللي كانوا خارج البلد غير انطوهم فتوى اسرقوا، نعم 4 مليارات دولار ليش؟ واقول لك هو فلاح السوداني كنهن له لحم اخذ 500 600 والباقي وزعها على العمل فلان، شلون طلعوه؟ والرجال عنده جنسيه بريطانيه من حشيه. هسه هذا واحد والبقيه هذا النصيراوي. اقول لك لما واحد يجيب حرام يعينه غير نحاسب اللي عينه، اخذ الفلوس وطلع وغيره، لا حاسبنا فلان لا حاسبنا فلان. هسه عرفت ليش مالنا ينسرق؟ والله شركه مؤسسه سويسريه مختصه بالنفط تقول الاموال اللي طلعت من العراق ممكن نعبد بها ارض العراق ذهب سنتيمترين و24 مو 18 بعد. هي المشكله ذول الاسلاميين الله لا يوفقهم، سوى عندنا حركه الحاديه. شاب اول ما فتح عينه على عمامه بسيبوه، هو هذا مو معمم بس حرامي لبسوه. برا كان معمم، اجى هنا شوف والله عندنا جماعه عمرهم ما لابسين العمامه برا، اجوا هنا لبسوا عمامه حقهم شغل ولا هما محمودي ولا هذا العطيه ولا غيره، بلندن لابسين عمايم؟ لا هنا لبسوها، ليش؟ دوم شغل. احنا شعب فقير، احنا شو بعد جلباب؟ جلباب شنو؟ شا صدام ما عنده معممين مال امين. وصاركم كم سنه بالعراق؟ فد يوم طلع خالد العطيه سوى لنا محاضره دينيه؟ هذا الخزاعي، هذا الرجل اول ما جاء بقاطه ورباط اصعد على المنبر سوى محاضرات، قلنا يا الله والله احنا بخير. اول ما استلم المنصب قال لي حسين بعد كش ملك ما له شغل، ولهذا اليوم ما صعد على المنبر. يذكرني بعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان يسمونه حمامه المسجد صاحب الله، ما يفاق المسجد. قال له لعم صرت الخليفه سد القران، قال له هذا فراق بيني وبينك، تاريخ يعيد نفسه ما اشبه اليوم بالبارح. خدعتم الناس بسطات خدعون الله. كم يوم كم سنه صار لك استلمت منصب؟ فد يوم طلعت ام حرام هذا شغل الحسين وقلت صلى الله عليك يا ابا عبد الله.